ربنا يشفيك ويعافيك يا حاج محمد عمارة من قدام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا يشفيك بحق جاه النبي ويصلح الحال يا رب، ويصلح حالك ويبارك لك في شغلك وفي أولادك يا رب. حبيبي يا حاج محمد عمارة، ربنا يديك الصحة يا رب. من عند منبر رسول الله ومن عند قبر رسول الله بدعي لك، ربنا يديك الصحة والعافية يا رب ويشفيك ويجعل الرزق كله عندك. ربنا يا رب يطمنك بشفاء عاجل ويكفيك شر فواجع الدنيا يا رب العالمين. حبيبي يا حاج محمد، وربنا يديك الصحة والعافية. الحمد لله حاج، ربنا أكرمني وصليت لك الركعتين إن شاء الله من عند الروضة الشريفة، بنية إن ربنا إن شاء الله يشفيك ويعافيك ويبارك لك في ذريتك وفي أولادك يا رب العالمين. حبيبي يا حاج محمد يا عمار.